ومن جبهة الشمال مع لبنان إلى جبهة الجنوب والحرب المستمرة في غزة، حيث لا تكف إسرائيل عن ارتكاب الانتهاكات منذ اندلاع الحرب يوم 7 أكتوبر الفائت، مسجلة بذلك انتقادات دولية هي الأكبر في تاريخها بالنظر إلى أن معظم قتلى الحرب في غزة من النساء والأطفال. آخر تلك الانتهاكات مجزرة راح ضحيتها أكثر من 40 قتيلا بعد قصف إسرائيلي أثر استهداف مدرسة النصيرات التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، والتي تضم آلاف الأسر النازحة من مناطق القتال داخل القطاع. كما أكدت مصادر على الأرض أن القصف استهدف تجمعا للخيام داخل المدرسة، ما أدى لاندلاع حريق كبير تسبب أيضا بعشرات الإصابات بين المدنيين، فيما أفاد مراسل المشهد بوقوع قتلى وجرحى في استهداف إسرائيلي لعيادة تابعة للأونروا وسط القطاع المحاصر. أما على مستوى المواجهات العسكرية، فقد كشف الجيش الإسرائيلي عن وقوع اشتباك مع عناصر تابعة للفصائل الفلسطينية أدى إلى مقتل 3 منهم بعدما حاولوا عبور السياج الحدودي في مدينة رفح. خبر نقلته كتائب القسام بصيغة أخرى، مشيرة إلى تنفيذ عملية خلف خطوط الجيش الإسرائيلي بعدما تمكن مقاتلوها من اجتياز السياج الفاصل ومهاجمة مقر القيادة العسكرية العاملة في رفح. بالتزامن مع ذلك، تواصلت المعارك في وسط غزة وتحديدا في منطقة البريش التي تندلع اشتباكات عنيفة فيها بين الفصائل الفلسطينية والجيش الإسرائيلي بالتزامن مع غارات جوية مكثفة. وهذه مش أول ضربة للمدرسة، هذه الرابعة، رابع ضربة، يعني من مدة ضربوها كمان قبل هيك، قبل الأبراج ضربوها، واستشهد واحد طفل برضه 9 سنين 8 سنين قبل بيجي 4 شهور في شهداء كتار، وهي كمان هذه الرابعة. والآن مباشرة من القاهرة نرحب بضيفنا السيد عدنان أبو حسنة المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، أهلا بك معنا في المشهد الليلة. أولا، هل تؤكد لنا أن وكالتكم وكالة الأونروا لم تتلقى أي تحذير فيما يتعلق بقصف المدرسة هنا، لا لوكالتكم ولا للنازحين؟ على الإطلاق لم يحذرنا أحد، ولم يتلقى النازحون في تلك المدرسة أي إنذارات بإخلاء هذه المدرسة. كان يحدث هذا قبل هذه الحرب السابع من بداية العمليات العسكرية السابع من أكتوبر، ولكن الآن أصبح من الصعب الحصول على تلك الإنذارات عندما كان هناك أوامر بالإخلاء من منطقة إلى منطقة. نعم، كانت هناك إبلاغات أو بلاغات معينة للناس بأنكم يجب أن تخرجوا من تلك المنطقة إلى تلك المنطقة. وكيف تتم؟ يعني في السابق كيف كانت تتم حتى نوضح؟ عبر اتصالات تليفونية. بالنسبة لنا كأونر وكانوا يتصلوا بنا ويقولون لنا يجب أن تخرجوا من هذا المقر وهكذا، ولكن بالنسبة لنا نحن نقدم إحداثيات كل مراكز الأونر ومرتين يومياً، مرة صباحا ومرة مساء. حتى هذه المدرسة يعني تقدم هذه الإحداثيات للجانب الإسرائيلي يوميا حتى لا يقولوا بأننا أخطأنا. هذه المدرسة شهيرة بإيواء النازحين، بها حوالي 6000 من النازحين الذين دمرت وسحقت حياتهم، يعني هم يلجؤون إلى هذه المدرسة وغيرها من مراكز الأونروا التي ترفع الأعلام الزرقاء على اعتقاد بأنها ممكن أن تتمتع بحصانة ولا يمكن للجيش أن يهاجم. ربما هل ما زالت الأونروا إلى الآن غير قادرة على تحديد ربما عدد القتلى والجرحى الآن في ذلك المكان؟ يعني نحن نعتقد بأن عدد القتلى قد يعني هو ما بين 35 إلى 45، قد يرتفع هذا الرقم. هذه حسب التقارير الموجودة لدينا، حسب تقارير وزارة الصحة الفلسطينية، ولكن بلا شك أنه في قتل وجرح العشرات. هناك أطفال قتلوا، هناك نساء قتلوا، هناك حتى الرجال، يعني لا يجب التركيز على الأطفال والنساء، حتى الرجال أبرياء يعني ليس لهم علاقة بأي شيء. كما طبيعة هذه الحرب الوحشية، من دفع الثمن وسيدفع هذا الثمن هم الأبرياء. ربما هذا يقودني لربما طرح مسألة أن إسرائيل تقول أن من قتل هنا هم مقاتلون تابعون لحماس، فبالتالي عبر هذه المعطيات أنت تنفي انتماءهم لأي ربما فصيل مسلح هنا. أولا يعني القضية ليست قضية أنفي أو لا أنفي، القضية هي كالتالي: في قطاع غزة
لو افترضنا أن هناك شخص مطلوب في داخل هذه المدرسة، هل هذا مبرر أخلاقيا قتل العشرات من الذين لا علاقة لهم مثل من أجل قتل هذا المطلوب؟ وهذا الذي حدث في الهجوم في رفح قبل حوالي أسبوع، عندما خرج رئيس الوزراء الإسرائيلي وقال أن هذه مأساة وهناك خطأ وما إلى ذلك، والجيش قال بأنه استهدف بصورة دقيقة مطلوبين يتبعون لحركة حماس. في غزة يا سيدي لو ألقيت حجرا ستقتل وتجرح، كيف بالك بالصواريخ والدبابات والمدفع؟ اليوم يتم حشر 1,700,000 فلسطيني في 59 كيلومتر مربع بعد الخروج الكبير الذي حدث من رفح. لذلك أي استهداف سواء مراكز إيواء حول مراكز الإيواء في الخيام سيؤدي إلى نتيجة مأساوية، بغض النظر أننا استهدفنا هذا المطلوب لم نكن نقصد، وفي النهاية سنحقق، في النهاية سيدفع هؤلاء الأبرياء. يعني أعطيني مكان في العالم 50 كيلو متر مربع في 1,800,000 أو 1,700,000. يعني ربما هنا حتى فقط للإشارة، أكيد أنك تتابع الاتهامات الإسرائيلية التي تقول أن الأونروا متورطة بشكل مباشر ومتواصل مع حماس في غزة، بالتالي كيف تعلق على هذه الاتهامات التي لا تتوقف من الجانب الإسرائيلي؟ والله هذا موضوع يثير السخرية فعلا. يعني نحن بصراحة يعني موضوع هذه الاتهامات يعني واضح تماما، القضية ليست قضية حماس ولا غير حماس، الموضوع يتعلق بتصفية الأونروا وتمهيدا لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين. هذا ما صرحت به إسرائيل وما أعادته على لسان رئيس الوزراء وزير الخارجية الناطق باسم الحكومة، وليس سرا على الإطلاق. هناك تقرير أصدرته وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولون، وقالت بأن الأونروا لديها آليات للتعامل مع موضوع الحيادية والانتماءات السياسية غير موجودة في أي منظمة أممية أخرى. لذلك معظم الدول التي قطعت تمويلها أو علقت تمويلها أعادت تمويلها، لأن أدركت أن القضية تتجاوز تماما موضوع التحقيقات وموضوع اتهامات الأونروا هنا أو هناك. ولكن في النهاية إسرائيل تدرك، يعني هناك مستويات في إسرائيل لها رؤى مختلفة بأن وجود الأونروا ضروري من أجل الاستقرار الإقليمي. الأونروا تملك تفويض من الجمعية العامة للأمم المتحدة، إسرائيل لن تكون قادرة على إلغاء الأونروا لأن إسرائيل قامت بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة. الجمعية العامة أو الأمم المتحدة أعطت إسرائيل أو أقامت دولة إسرائيل وأعطت الفلسطينيين الأونروا، هذا الذي حدث. لذلك موضوع إلغاء الأونروا وتعاون مع إرهاب وغير إرهاب هم يكون جيدا. وهذا الاتهام بالمناسبة أخي الكريم، يعني حتى بعض الفصائل الفلسطينية قبل 7 أكتوبر اتهمتنا بالتعاون مع الاحتلال وبأننا ننفذ أجندات وأننا يعني صراحة هذه الدوامة، دوامة الأيديولوجيا والاتهامات، هذا غير صحيح واضح. على الإطلاق. الأونروا هي منظمة ملتزمة بقيم وقوانين الأمم المتحدة ولا تسمح باختراق هذه القوانين، وإن حدث اختراق يتم المحاسبة وتحميل المسؤولية والمعاقبة. طيب، طالما أن هذا النوع من الاستهدافات التي ربما تستهدف مباشرة مراكز الإيواء التابعة للأونروا أكثر من مرة، يعني ما هي خططكم للمرات المقبلة؟ يعني كيف تتعايشون وكيف تتعاملون مع هذا الوضع؟ صراحة لا مكان آمن في قطاع غزة، سواء مقر أونروا في الشارع، مسجد، في منتزهات، في كل على شاطئ البحر، أنت معرض في كل لحظة لأن تموت. لا مكان على الإطلاق، ورأينا ما حدث مع المطبخ المركزي، قتل لنا حوالي 192 من زملائنا، أيضا قتل في داخل مراكزنا 450 من النازحين، وبعد هذه الأعداد يصبح العدد 500. بالمناسبة في داخل مراكزنا التي تظهر في الصور أمامكم ترفع أعلام زرقاء، من المفترض أن توفر لها حماية. الخطط التي هي لدينا مواصلة تقديم الخدمات، ندرك أن هناك قتلى سيقعون في صفوفنا، ندرك بأن الأوضاع خطيرة، ولكن لا خيار أمامنا إلا مواصلة العمل لأننا شريان الحياة في غزة. إذا توقفت الأونروا حكم على المكان بالإعدام. نشكرك جزيل الشكر على المشاركة معنا في هذا النقاش من القاهرة، سيد عدنان أبو حسن المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا.